إذا نحن بدنا نشرح لهم للناس كيف بنبدأ بتحضير الماكي. أوكي. الماكي رول، هلا رح نجيب ورق السيويد اللي هو بيسموه ورق النوري كمان. اوكي هذا متوفر. نحن هلا ما حنلفها بشكل كامل، حنورجيهم بعد شوي، بس اذا تورجينا كيف شو هي المكونات. اهم خطوه لما نحن نلف السوشي بده يكون الجنب الخشن اللي بده نحط عليه الرز هذا، والجنب الناعم اللي بيكون لتحت لما نلفه. ركزوا معنا، هي اهم شيء يعني. اوكي هلا رح نجيب ورقه السيويد، وعندنا كمان يمكن الجزء اللي كثير مهم اللي هو المات بنسميها السجاده اللي بنلف فيها الماكي. ومثل ما شايفين هون شيف محمود حضرها، استعمل اللي هي بالخيزران، بتكون خشب الخيزران، وبنحط عليها ورق النايلون لحتى ما يلزق معنا ويتعبنا كثير. اكيد اكيد. هي رح احط، فعندنا هون الورق السيويد كمان متوفر بكل المحلات. صح. هلا رح احط انا عفوا شوية مي على ايدي، اكيد ما حستعمل الرز اللي ساويته هلا، رح استعمل رز مساوي. لازم يكون من أول بارد، يكون بارد تقريبا شي 80 جرام. رح نحط الرز نفرده. هلا المشكلة كم واحدة حطينا هون؟ لا مو كثر، ما بعرف حسب الأكيلة هلا. لا نحن هون بالاستوديو ابدا ما بنحب الأكل ابدا، ما حدا بحب. هلا ما بعرف، بظن غادة بتحب تاكل كثير سوشي. الكل بحب السوشي. هلا هون نحن استعملنا الرز مثل ما انت قلت قبل شوي شف. صح. اللي هو بارد. وشو رح نستعمل؟ رح نستعمل الصوص اول شيء ولا بنحط السالمون؟ هلا رح نحط شويه سبايسي عليه مشان يعطيه طعم ولون، بما انك انت بتحبي سبايسي يعني رح يكون سيجنتشر سوشي لإلك. رح نقلبها هيك بالعكس. مركزين معنا؟ أوكي. هيك بنكون احنا عم نخلي الورق من جوا لحتى بس نلفه يكون الرز من برا. وطبعا شف في كثير بتختلف الانواع، يعني في انواع بتكون السيويد الورق من برا او من جوا. بحس انه دائما لما بيكون منظر الرز برا بيطلع هيك شكله احلى او مشهي اكثر للعين. وحتى دائما في كمان وصفات اللي بنستعمل فيها مثلا شرمب مقلي، اي هي كثير طيبه مثلا مع شرمب طنبوره او شيء بتطلع كثير طيبه. هلا رح احط فيها الخيار، اكيد رح احط بعدين رح احط السالمون اللي اوريدي معمول مع شويه سبايسي مايونيز ياباني. هاي للي بيحبوا المأكولات النية مثلي، انا بحب السالمون الني خاصة، يمكن هون لما بنكون احنا زدنا عليه الحر وهي النكهات بتبلش شوي تستوي معنا، بتكون اخذت غبت كل النكهات الطيبة. بهذا الوقت اللي شيف محمود كمان عم بيحضر معنا هالماكي، انا رح ادعي زملائي غادة وعلي، لازم نبلش تشوفوا المرحلة الأخيرة. يا حي الله. لحتى ندوق. اخيرا افتكرتيني شيف هلا، احنا لا انا بقدر انساكم، انا كيف فيني انساكم؟ احنا على اعصابنا. ومن المساعة وهي قاعدة كذا تشرح لي تقول لي هذا الشيء اللي جالسين يسوونه هو كذا وكذا وكذا، قلت لها ما شاء الله عليك يعني عندك خبرة يا قاعدة. طلعت سمعت كلمة تنبورة. لا فقلت حركت عليك شهيتك بالضبط. طبعا هون عندنا نحن هون الصحن، شيف محمود حضر لنا شيء مع الكراب، ده اللي ما بحب الني. وكمان بنفس الوقت في كل الصلصات اللي عاده بيتقدم السوشي. مع الصويا صوص، مع الوسابي، ومع الجنجر اللي هو مخلل الزنجبيل. يعني نقدر ندوق عادي؟ انا جد جد كان هو باليابان، يابان يعرف شلون؟ هو ياباني. دوقي وتوكل على الله. تفضلي يا استاذتنا العزيزه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بس انا ذوقي مثل ذوقك. بخاف من الجاليري، بخاف من الجاليري، عارف كيف؟ في 100 ألف عين قاعده دحين. ايه اذا بتحبي حتى ايوه يعني حبيبتي غاده تم صغير ويعني ما بتقدر. كيف زبط ولا هذا وشو؟ هذا داخله سالمون، سبايسي سالمون، وهذا كراب مع كراب افوكادو. انا بجرب هذا. الله الله والله والله رائع. لازم اليوم ما حنعمل معك اي معامله، اللي لو حطيت لها يا شيف. لا لا فعلا شيف محمود انت بتجربتك بهالبرنامج يعني كانت يمكن مرقت بكثير مراحل صعبه، بس انت هيك قل لي شو كانت